احتفلت الممثلة التونسية درة بزفافها على المهندس ورجل الأعمال المصري هاني سعد في حفل كبير حضره عدد كبير من النجوم في الجونة، وتواجد من النجوم الفنان أحمد السقا، والفنانة يسرى، والفنانة ليلى علوي، والفنانة كندا علوش، وعمر يوسف، ودنيا سمير غانم، وعادل إمام، ورامي رضوان، وإنجي علي، وغادة عادل، وغيرهم من النجوم. وكان النجم خالد الصاوي نجم الحفل بامتياز من خلال رقصه وتفاعله مع الأغاني الشعبية وحرصه على البقاء بجوار النجمة التونسية في كل اللحظات وكأنه شقيقها الكبير، الأمر الذي لاحظه العديد من المتابعين. وحرص النجم آسر ياسين أيضا على أن يتواجد بالقرب من درة وشاركها وزوجها في العديد من الرقصات بأجواء شبابية مميزة. وأقيم الحفل بفندق نجيب سويرس بالجونة، وذلك بعد انتهاء الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائية. الذي حضره عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم العربي والعالمي. وكانت الفنانة درة قد احتفلت قبل حفل الزفاف بساعات بعقد قرانها على المهندس هاني سعد، حيث نشرت على حسابها الخاص على انستغرام صورا جمعتها بزوجها عقب عقد القران، وعلقت كاتبة: ما جمعه الله في الحب لا يفرقه إنسان، الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، تم عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي، وجمعنا النصيب والقدر، شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحباء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا. دخول زوجة هاني سعد الأولى فجأة عقب زواجه من الفنانة درة، وسط تهنئة الجميع وفرحتهم بالفنانة التونسية درة، خرجت الزوجة الأولى لرجل الأعمال هاني سعد لتفجر مفاجأة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجعلت الجمهور ينقلب على النجمة الحسناء في مصر وتونس أيضا. نشرت منى هشام الزوجة الأولى منشور عبر حسابها بموقع فيسبوك قائلة: ردا على الشائعات احنا ما اتطلقناش، لتنفي ما تردد عن انفصالها من هاني سعد، ولتؤكد ان درة الزوجة الثانية. وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقطة لسعد برفقة عائلته الاولى وكانت بعيد ميلاده السابق، ونشرتها الزوجة الاولى عبر انستغرام وعلقت على الصورة: اسعد عيد ميلاد بحياتي حبيبي، تخطينا معنا الازمات المفرحة والمحزنة، وانت تعرف هذا، لا استطيع العيش بدونك. والجدير بالذكر ان الفنانة التونسية درة احتفلت بزفافها على رجل الاعمال هاني سعد بحفل ضخم في الجونة، وصلت تكلفة الحفل اكثر من 250 مليون جنيه.
حضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن بمصر والعرب، وكان من بين الحضور صابر الرباعي وآسر ياسين وغادة عادل وجومانة مراد وخالد الصاوي وعادل إمام وهند عبد العليم ووائل كفوري وبشرى وشريف رمزي ودنيا سمير غانم وإنجي علي. وقبل حفل الزفاف نشرت الفنانة التونسية درة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور انستغرام لقطات من جلسة تصوير عقد القران، وعلقت الفنانة التونسية درة على الصورة قائلة: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، تم عقد قراني عن من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر. وتابعت: شكرا وكل الحب الأصدقاء والأحباء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا، ما جمعه الله في الحب لا يفرقه إنسان. وبعد زواجها هجوم من تونس على الفنانة درة واتهامها بإذلال المرأة التونسية، هاجمت النائبة السابقة والناشطة السياسية التونسية فاطمة المزدي الفنانة التونسية درة بعد إعلان زواجها من رجل أعمال مصري الذي يدعى هاني سعد، ووجهت إليها في هذا السياق رسالة جاء فيها: يا من هواها أذلها وأذلني، إلى سيدة درة زروق سيدتي الجميلة والأنيقة والمثقفة، يؤسفني أن أكتب لك هذه الكلمات ولن أهنيك بزواجك لأنه زواج أذل المرأة التونسية. كيف ترضين سيدتي أن تكون درة وليس درة؟ كيف ترضين أن تضرب المدرسة البروقيبية التي حررت المرأة التونسية من قيود الفكر الرجعي؟ أنت سيدتي شخصية عامة يتابعك المراهقون والشباب والعامة ويقتدون بك، ولهذا كلماتي ستكون قاسية معك. وأضافت: أنت جعلت المرأة التونسية اليوم ذليلة للشعب المصري وشرعت لانتهاج الشريعة بعد أن افتككنا حريتنا منذ أكثر من 60 سنة. الشريعة التي تعتبرك سيدتي عورة ومهنتك التمثيل تعتبرها ممارسة الدعارة. وتابعت: كيف ترضين أن تذل المرأة التونسية وما الفرق بينك وبين الجواري؟ سيدتي أنت كنت معشوقة الحراير، تمثلين المرأة التي لا تحتاج لرجل لتصنع مستقبلها وتعتمد على نفسها ولها شخصية قوية، ولكنك اليوم ضربت كل هذا عرض الحائط وأثبتت إنك عكس ذلك. فلا شكرا لك سيدنا، فلا شكرا لك سيدتي على إذلال المرأة التونسية للشعب المصري ومساهمتك في دعم الرجعية.